طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا شباب هنتكلم عن الانترنال كبسول مع البيزل جانجليا. خلاص احنا عرفنا في العملي الاثنين مع بعض، يعني نظري كل واحده في سكه، انما عملي الاثنين بيجوا في نفس السكشن. تمام. طيب هنيجي هنا الموديل اللي معانا دوت اسمه تورسو. تورسو يعني ايه؟ يعني بلاستيك موديل جايب الليفلز المختلفه بتاعه الجسم. تمام. نفتح كده من فوق لتحت، فتحنا كده، ده السيريبرال هيمسفير، لسه ما بانش البيزل جانجليا. نفتح كده، لسه برده سيريبرال هيمسفير. نفتح كده، ابتدى يبان عندي الكافيتي. مين الكافيتي دوت؟ لاترال فنتريكل، بس لسه ما نزلتش للليفل بتاع الايه؟ بيزل جانجليا. افتح كده شويه اهو، بان في الليفل ده بقى. تمام. تعالوا نبص مع بعض، هي اعاده لنفس الصوره. قلنا هنا هتيجي يا اما صوره، يا اما دوت، يا اما دي. تمام. بص هنا معايا، دي اوضح من الصوره كمان، من قدام لورا. مين ده؟ فرونتال بول. مين ده؟ اوكسيبيتال بول. مين الواصله دي؟ جينو اوف كورب. ما حدش بقى في الامتحان بتحصل يكتب لي جينو يسكت، مفيش حاجه اسمها جينو. جينو اوف مين؟ جينو اوف انترنال كبسول. تمام. امال دوت مين؟ سبلينيوم اوف ايه؟ اوف كوربس كالوزم. تمام. طيب دكتور، جينو اوف كوربس كالوزم، امال انا قلت ايه؟ عشان التصوير. عشان التصوير، عشان التصوير يا جماعه غلطنا. دي اسمها ايه؟ جينو اوف انترنال كبسول. جينو اوف كوربس كالوزم. تمام. امال دوت مين؟ سبلينيوم اوف كوربس كالوزم. تمام. امال المنطقه دي اسمها ايه؟ فورسبس ميجور. امال المنطقه دي اسمها ايه؟ فورسبس ماينور. تعالى بعد كده على الكافيتيز، دوت اسمه ايه؟ خد بالك دوت كروس سيكشن في ليفل واحد. الصوره اللي احنا شفناها من شويه كان في نص من ليفل ونص من ليفل تاني، لكن هنا احنا في ليفل واحد، صح الكلام؟ معنى ان دوت ليفل واحد ان انت هنا مش شايف واصله وهنا مش شايف واصله، انت في نفس المستوى. يبقى معنى كده ان دوت الانتيريور هورن بتاع الايه؟ بتاع اللترال فنتريكل في الناحيتين، يبقى دوت هيبقى نفس الهورن في الناحيتين. ده انهي هورن بقى؟ لا انا في انهي ليفل دلوقتي؟ في واصله ولا مفيش؟ مفيش واصله، يبقى انا في الليفل بتاع الايه؟ الانفيريور هورن. تمام. اللي عايز اقوله لكم بقى ان في امتحان العملي اللي هيكتب انفيريور او بوستيريور بتمشي صح، مش بنركز فيها. تمام. لكن في النظري انا حبيت ايه؟ اميز لكم الفرق ما بين الاثنين. تمام. يبقى دوت الاصح تقولوا مين؟ انفيريور هورن اوف لاترال فنتريكل. مين السيبتم اللي في النص ده؟ سيبتم باليوسيدم. ومين النقطه دي؟ دي الفورنكس. تمام. مين اللسان اللي داخل جوه دوت؟ احط هنا العلامه دي الانسولا. تمام. طيب مين التفاصيل اللي تهمني؟ طبعا قبل ما انسى، مين دي؟ دي ودي الفايبرز دي اللي موجوده جنب الهورن اللي ورا، دي اسمها اطواء، اللي هي مين ومين ومين؟ تابيتم اوبتيك راديشن انفيريور لونجيتودينال باندل. طب نخش بقى في التفاصيل اللي تهمني، مين دي ومين دي؟ هيد اوف كوديت، موجوده على جنب الانتيريور هورن. مين دي ومين دي؟ ثالاموس. ثالاموس موجوده في النص ما بينها الثيرد فنتريكل. مين دي ومين دي؟ لينتي فورم نيوكليس. تمام كده اهوت. لو شاورت على الجزء الغامق اللي بره ده يبقى مين ده؟ بيوتامين. الجزء اللي بره ده، مين الجزء الفاتح اللي جوه؟ جلوبس بالدس. الجزء الفاتح عشان فيه ميادين كونتنت اعلى. تمام. خدت بالك هنا اهوت ان شكله سترايتد، في خطوط كده معديه بالعرض، في زي اسنان المشط، عشان كده اسمه كوربس سترايتم. تمام. مين المنطقه الرفيعه اللي بره دي؟ دي الكولاسترم، وادي الكولاسترم بتاع الناحيه الثانيه. مين الكبسول ده؟ انترنال كبسول. مين الكبسول الرفيع ده؟ اكسترنال ايه كبسول. مين الكبسول اللي بره خالص ده؟ اكستريم كبسول. مين اللي يهمني؟ انترنال كبسول. في كام جزء فيه؟ خمس اجزاء. مين الجزء اللي ما يبانش هنا؟ سب لينتيفورم. مين اللي باين عندي؟ تيجي بقى بالتفصيل جزء جزء لوحده. مين ده؟ ده الانتيريور لمب اوف انترنال كبسول. مين ده؟ بوستيريور لمب اوف انترنال كبسول. مين النقطه دي؟ جينو اوف انترنال كبسول. مين الجزء دوت؟ ريترو لينتي فورم بارت اوف انترنال كبسول. ممكن حد يتلخبط في الاجزاء بتاعه الانترنال كبسول اللي انتم شايفينها دلوقتي؟ فرق واضح ما بينها. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تلخبطكم شويه الريترو لينتي فورم بارت. تقول لي الريترو لينتي فورم هيلخبطني مع البوستيريور لمب؟ لا، بوستيريور لمب لو انا عايزه هدخل في المسافه دي لازم احط لك علامه ما بين الثالاموس واللينتي فورم نيوكليوس. انما لو جيت هنا ورا ما بين اللينتي فورم نيوكليوس وما بين الكافيتي اللي ورا ده يبقى انا عايز الايه؟ ريترو لينتي فورم بارت اوف انترنال كبسول. وطبعا خد بقى الاسئله، ايه البلاد سبلاي بتاع كل جزء؟ ايه الفايبرز اللي معديه في كل جزء؟ تمام؟ انزل تحت شويه. ها لسه ما زلنا في نفس الليفل برضه. تحبوا اعيد ولا خلاص بقت سهله؟ خلاص سهله. سهله تمام؟ انزل تاني خلاص كده بعدت عن الايه؟ البيزل جانجليا، دخلت هنا في البرين ستيم، اجزاء البرين ستيم، ده الميد برين.
تمام. يبقى هنا في كل الليفلز اللي موجوده عندنا ديت مفيش غير 2 ليفلز بس اللي فيهم الايه البيزال جانجليا والانترنال كبسول. في حاجه صعبه في التورسو؟ ما في الكونكشن هنا يا دكتور. نعم الليفل اللي فيه الكونكشن. لا مش بيطلب الليفل تمام، هما بس 2 ليفلز ممكن نسال فيهم، والاوضح هو اللي انا شرحت عليه فغالبا هو اللي بيتسال. تمام طيب هات بعد كده الايه، احنا قلنا في 3 حاجات، ادي التورسو وادي الصوره اللي شفناها، بعد كده دي برضو بتيجي عندنا 3. طبعا دي سهله جدا، ده ايه ده؟ ده بلاش بلاش ايه ده يا شباب؟ ده دي الليفلز اللي انا شلتها امبارح، انا عاين لكم اللي بيجوا هنا وقت في الظرف، انا راكر عمال اقول ايه ده؟ هتبان كده لو صورته كده وهي محطوطه هنا ولا ارفع؟ لا لا واضحه على الارض. ده كده اوضح. لا لا بالارض اوضح. كده اوضح تاكد كده شايفين؟ ايه يا واضح. متاكدين؟ طيب ها بنفس الفكره برضو، عندي ادي الميد لاين اهوت في النص، يبقى عندي هنا في وصلة موجودة من قدام وفي وصلة موجودة من ورا، يبقى الوصلة اللي قدام دي هتبقى جينو، والوصلة اللي ورا دي هتبقى مين؟ هتبقى سبلينيوم. واحد هيقول لي هنا اهوت انا ممكن اتلخبط فين اللي قدام وفين اللي ورا، صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد يقول لي طب ما اقول ان دوت هو الجينو ودوت الايه؟ المسافة السبلينيوم. ها هبص على الحجم، الحجم والمسافة، برافو عليكم. ايه الحجم وايه المسافة؟ الحجم ان واضح ان الوصلة ديت اصغر من الوصله دي، الحجم ان واضح ان الكافيتي اللي قدام دوت اصغر من الكافيتي اللي ورا ده. الكافيتي اللي قدام بيبقى مين؟ انتيريور هورن. الكافيتي اللي ورا بيبقى مين؟ يا اما بوستيريور يا اما انفيريور، مش هتفرق معايا. لكن سواء كده او كده زي ما شفنا في الصور كان الهورن اللي قدام اصغر من الهورن اللي ورا، وكانت الجينو اصغر من ايه؟ من السبلينيوم، صح الكلام. والمسافه زي ما زمايلكم قالوا ان المسافه الميد لاين من قدام هنا لغايه الوصله هنا اهوت، هنا اهوت اصغر من دي، مش انتوا قصدكم على دي؟ المسافه هنا اكبر، يبقى كده انتيريور وكده بوستيريور. بعد كده هشاور على دي، ادي الجينو، اشاور على دي، ادي السبلينيوم، اشاور على ده اوكسيبيتال بول، اشاور على ده فرونتال بول، اشاور على دول فورسبس ماينور، اشاور على دول فورسبس ميجور، ابص على الكافيتي مين ده؟ انتيريور هورن اوف لترال فينتركل، ابص على الكافيتي مين ده؟ بوستيريور هورن اوف لترال فينتركل، ابص على الكافيتي مين اللي في النص ده؟ ثيرد فينتركل، اجي على الكافيتي الكبير اللي ورا دوت ابص على جنابه هنا وهنا مين دول؟ توا تابيتام اوبتيك راديشن انفيريور لونجيتودنال باندل، ابص على اللسان اللي على الجنب ده وده يبقى مين دوت؟ يبقى دوت الانسولا. تمام كده؟ يتبقى لي التركيز في النيوكليو اللي في النص، مين النيوكليو اللي عندي في النص هنا اهوت؟ ادي واحده الغامقه دي وادي واحده الغامقه دي، بس ديت موجوده على جناب الكافيتي الصغير، يبقى دي الهيد اوف كوديت، صح الكلام؟ صح. دي الهيد اوف كوديت، ودي موجوده على جناب الثيرد فينتركل، يبقى دي الثالامس، ادي ثالامس وادي ثالامس، يبقى اللي في النص ما بينهم المثلثه دي هتبقى مين؟ هتبقى اللينتيفورم نيوكليوس. يبقى الجزء الشفاف اللي بره ده هيبقى بيوتامين، ده البيوتامين، والجزء الغامق اللي جوه ده هيبقى مين؟ جلوبس باليدس. تمام. فين الكولاسترم؟ الكولاسترم هنا بس طبعا مش هتبان في الايه؟ في العينه دي. تمام. الالوان ايه؟ بهتانه داخله في بعضها، فصعب نجيب الكولاسترم، وهي اساسا ملهاش وظيفه وما تهمنيش. تمام. فيتبقى عندي الكبسولز، مين الكبسول اللي يا دوبك عارف اطلعه هنا؟ اهم واحد فيهم انترنال كبسول، الخط الابيض ده كده كده كده، يبقى مين ده؟ انتيريور لمب اوف انترنال كبسول، يبقى مين ده؟ جينو اوف انترنال كبسول، يبقى مين دوت؟ بوستيريور لمب اوف انترنال كبسول ما بين الجزئين الغامقين. طب لو جيت في الحته البيضه دي ريترو لينتيفورم بارت اوف انترنال كبسول ما بين الجزء الغامق وما بين الكافيتي، ده الريترو لينتيفورم، والصاب لينتيفورم ما يبانش. تمام. زهره لو رفعناها لفوق كده باين اكتر. ها دكتور وين الساعه؟ تي او اي هنا اهو، تبص على الكافيتي اللي ورا اللي هو اكبر في الحجم، تبص جنبه يعني لترال ليه هنا الفايبرز البيضه دي، دي التو تابيتام اوبتيك راديشن انفيريور لونجيتودنال باند، اديكم صورتوها برده من فوق يمكن تبقى ايه باينه اكتر. تمام. طيب ها دي بقى ايه؟ دي كلها تنويعات على نفس الفكره، يعني مفيش حاجه جديده عندي. تمام. عندي هنا وصله صغيره، عندي هنا وصله اكبر منها، عندي هنا مسافه صغيره، عندي هنا مسافه اكبر منها، يبقى كده انتيريور، يبقى كده بوستيريور،
يبقى هترص التفاصيل هي هي. حد عايز نعيدها؟ هي هي تمام. طيب يبقى كده خلصنا. بصوا انتوا بقى على السكشنز دي بعد ما نخلص تاني، شوفوا كذا ليفل عشان تتمرنوا عليها. تمام.